حلمي ناري المرسات، نقي الوجهة مزدحم الآهات أبي. حلمي أحجار المرسى تكتم غضبتها وتواري سوءتها، إذ يمشي في الماء نبي. حلمي من فرط عروبته أنى ولى وجهه في التاريخ، رأى خارطة الوطن العربي. أنسام الأرض تناديك، لا تنسى الدرب الساكن فيك. أيام الكتح تناغيك والبيدر قطف ربابتها. أنغام الهبة ناديك والعشق خريرك، لا تقلق اجعله لهيب أغانيك، اجعله لهيب أغانيك. الأرض الدرب الكتح العشق الهبة أنفاسك، أصداء الثائر فيك، أصداء الثائر فيك، أصداء الثائر فيك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الصورة في ظاهرها ذكرى وتخليد لحظة عابرة، وفي تفاصيلها زاوية جمالية ولمسة وفاء للتاريخ ومصافحة حضارية ثقافية. وأن تتخذ عاصمة الثقافة العربية مسارا تلتقي فيه العدسة بالمواقع الأثرية في صفاقس، بحث جديد قد يعيد تحديد إطار صورة المنطقة وزاوية النظر إليها. أهلا بكم. الاكتشاف إذن والتعريف بالمواقع الأثرية التي تزخر بها صفاقس هو أحد أهداف المسابقة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي التي نظمتها تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية، وهيئت لها 4 مسارات. وتضمن المسار الأول موقعي بيراروس وأكولا، حيث أثر تعود إلى العهد الروماني لم تروح الحفريات فيها ما تم كشفه في 70ات القرن الماضي. مشينا المناطق أول مرة أنا واحد من الناس نوصلهم، اكتشفت برشا بلايص في بلادي ما نعرفهمش. الرياض والكالم اللي فما في البلايس هذي اكس خاغدينيغ، ما فهمتش علاش الدولة مش لها بيهم معناها. وعملنا ياسر جو مع الجماعة في الكار وتفرهدنا، وحاولنا ان ناخذوا النوفي في البلاد بتاعنا. صفاقس من منطق اللي العبد ما تشوفوش، من عدسة المصور مش من عدسة العين اللي يشوفها الانسان العادة. مجهود المصورين نتاع صفاقس باش نحاولوا نساموا باش نظهروا التراث نتاع صفاقس، ونساموا في مسامة صغيرة في صفاقس عاصمة الثقافة العربية. ايش الإضافة اللي كنت في مسيرتك مشاركة في المسابقة هذه؟ بالنسبة لي أنا المكان هذا الحقيقة ما نعرفوش، أول مرة نشوفه برغم اللي أنا صفاقسي، أنا مشيت عديد الأماكن معناها القريبة والبعيدة جدا، ولكن ما شفتش المكان هذا. وإن شاء الله باش نبرمج باش نغير وخرجة، لأنه ربما تكون الظروف اليوم في عدد كبير وكم كبير من الناس مصور، يعني ميزته على سائر الناس هو أنه يشوف الأشياء اللي ما يشوفوهاش الناس. هنا ثم حاجتين، ثم الصفة هذه وثم أنك تشوف الأشياء الموجودة تحت الأرض. يعني لو كان نجي لهنا ومر من مكان هذا وما يقول لي حتى واحد أن ثم أشياء تحت الأرض راه ما تفطنلاش بكل. فهنا مطلوب مني أني معناها ندخل الأماكن هذه ونشوفها ونحاول نلقى مصادر الإضاءة باش نخرج أعمال فنية عبر المواقع هذه. حاجة بيها انها لو كان السلطات تتلها بها ويتم استغلال المواقع هذه كمواقع اثريه ما نعرفوهاش، ما احناش نستغلوا فيها. التظاهرة في بعدها التنموي سلطت الضوء على مناطق لا هي حظيت بحسن استثمار كنوزها الاثريه سياحيا، ولا اهلها تمكنوا من استغلال ارضهم فلاحيا.
حبينا بمناسبة مسار بر الريس نتعرفوا أكثر على المسار هدايا وعلى جهة من جهات صفاقس، منطقة تقريبا هي لم تحظى بكثير من الاهتمام، لم تحظى بالكثير من البحث، وهي الجهة نتاع صفاقس الشمالية اللي فيها سواحل وفيها مناطق أثرية. بالمناسبة هذه مش نحكيه مع زهر كمون، مهتم بالتراث، مهتم بالمواقع الأثرية. أنا زهر كمون أحيانا نسميه رحالة من رحلات صفاقس، اللي هو قاعد يحاول يروج المدينة ويروج لتونس بصفة عامة، هكا ولا زهر؟ بالضبط، كما أي شاب يحب البلاد تونس نحب لازم نخدم تونس، لازم نعرفوا بتراثها وكل هكا. علاش كنت من بين المشاركين والمنسقين في مسابقة مسارات اللي نظمتها عاصمة الثقافة العربية؟ مسابقة مسارات هي من أهم المسابقات ومن أهم التظاهرات نعتبرها أنا اللي نظمتها في عاصمة الثقافة العربية، اللي متكونة من 4 مسارات وهدفها التعريف بالتراث المادي ولا مادي لجهة صفاقس، اللي هما مسارات الأرخبيل اللي عرف بجزر قرقنة، مسار الشيخ التيجاني اللي عرف بالمدينة العتيقة بصفاقس، مسار يونغا اللي عرف بموقع الاثري يونغا وموقع الاثري تينا والوالي الصالح سيدي احمد عبسه، والمسار اللي احنا فيه اليوم اللي هو مسار براريس او رقة، اللي هو يعرف خاصه بالمواقع الاثريه اللي موجوده في الجهه الشماليه لصفاقس او الساحل الشمالي، اللي فيه برشا قرى وبرشا مدن مهمه برشا في تاريخ صفاقس لكن للاسف قاعده منسيه كما جبنا. مثلا اهميه موقع رقة تاريخيا، ما نمشيش للتفاصيل نتاعو، اهميته بالنسبه ليك انت كواحد تحب تروج للمدينه نتاعك، تروج المواقع الاثريه اللي موجوده فيها. موجود برشا في الانترنت، موجود برشا حديث عليه، موجود برشا عند الشباب الناس مهتمين بالتراث الموقع هذايا. لا للاسف برشا ما تعرفش، اللي تقول له باش نمشي لصفاقس عندنا اثار يقول لك ممكن نعرف تينا، اما يقول لك باش نعرف رقة ولا باش نعرف بطري يقول لك لا ما نعرفش. علاش؟ بالرغم انه الموقع هذا من اهم مواقع صفاقس، وديجا انتم شفتوا انه فيها خزانات مائيه ضخمه جدا وفريده من نوعها في كامل افريقيا، مش كان في تونس قبل، في افريقيا الرومانيه الكل هي فريده من نوعها، والضخامه نتاعها تبين انه كميه الماء اللي كانت مخزونه في الخزان هذا هي كميه كبيره، وهذا ياكد انه الموقع هذا كان موقع مدينه كبيره فيها عدد سكان كبير برشا. معناتها هو الخزانات جزء من 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 الموقع هذايا. نمشيو ناخذ اكثر تفاصيل عن موقع براريس وماذا تحتويه من معالم تاريخيه ما زالت الى حد الان جلها مطمور في التراب. تفضل. براريس المدينة القديمة تعانقك ببقايا حضارة كانت هنا، قوس وباب وماء وحياة، وما خفي كان أجمل. هنا كان هاجس الماء هو الغالب على الصورة، خزانات لجمع المياه وتوزيعها بطريقة بديعة في ذلك الزمن الغابر. من أهم المعالم الموجودة هو موقع عمون، في الموقع هذه الخزانات هذه تقريبا في طريقة بنائها تقريبا الوحيدة في البلاد التونسية الموجودة المبنية بالطريقة هذه بالحجم هذه الموجود وطريقة البناء الموجودة تقريبا هي السعة نتاعها تقريبا 7600 متر مكعب في قطر نتاعها 40 متر على 36 متر، وهي مربوطة بخزانات صغيرة في الجهة المقابلة، وفيها مربوطة أيضا بالساحة العامة ومنها بمكان آخر غير مكتشف موجود يصير فيه تجميع المياه للخزانات هذه. الخزانات الضخمة تتطلب في الحضارة الرومانية معناها مش كل المياه كانوا يعملوا، يهتموا برشا بتجميع المياه، ترى من أهم الحاجات الموجودة في المميزات في الحضارة الرومانية لتجميع المياه واستغلال المياه في الفترة القديمة. المكان يوحي بقيمة الحضارات التي مرت من هنا، وهذه الشواهد تدل فيما تدل على أهمية المدينة في تشكيلها المعماري وفي قربها من المدن الرومانية الأخرى. تقريبا هو 12 كيلومتر على مدينة الجم القديمة، فهمتني، و من تقريبا 40 كيلومتر على الساحل، صحيح موجود مربوط، تربط طرقات
بالساحل اكيد، هذا باتجاه مدينه ايزيلا تقريبا، هي في معتمديه العامره سيدي مخلوف. وايضا يتربط في الطريق هذا، يتربط تقريبا معنا الاكتشافات الحديثه انه يتربط بمدينه اكولا على الطريق هذا، بعد يتفرع منه طريق يربط بمدينه اكولا القديمه بوتريا اللي بعد ان شاء الله باش نمشيوا لها. ما زال جزء كبير من بيراريس المدينة التاريخية مدفونا تحت التراب رغم تواصل الحفريات والبحث، وهنا أمل في أن تتحول المدينة إلى نقطة لقاء للتعريف بقيمة المكان وتثمين المخزون التاريخي والثقافي المبثوث هنا وهناك في صفاقس. مش نرجع بيك للموقع هذاك، شفنا اللي هو على الاقل من خلال ما سمعنا من اهالي نتاعو من الناس الموجودين غادي ولاد المنطقه هذه، انه لم يستثمر لا سياحيا ولم يترك اهل المنطقه لاستغلال الاراضي الفلاحيه اللي هما عايشين فيها، معناتها لا جاوا في السياحه ولا جاوا في 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 الفلاحه. هذا جانب يمكن من تقصير السلطه الجهويه، السلطه المركزيه، في انه مواقع تاريخيه في صفاقس لم تستثمر ولم تستغل على الوجه الذي ينبغي لها. زهر يمكن هو واحد من الناس اللي حاول يروج للمواقع هذه المجهوله او المتجاهلينها. زهر كيفاش حسب رايك يمكن استثمار المواقع هذه؟ الموقع الاثري برقه هو فيه ما صاروش فيه برشا حفريات، اخر حفريات صارت في السبعينات، تم اكتشاف بعض المعالم كيما الساحه العموميه كيما المعابد وكيما الخزانات اللي حكينا عليهم. الموقع هذايا يمتد على حوالي 210 هكتارات، يعني 10 مرات قد المدينه العتيقه بصفاقس. للاسف شطره و 90% منه مازال مطموق تحت الارض. الدولة صحيح ما عندهاش امكانيات، اما كانت تجم تخلي الشباب، تخلي الشعب، تخلي المواطنين نجموا يستغلوا الموقع هذايا، خاصة انه نعرفوا انه تبدلت السياحة، ما عادش السياحة نقولوا توريزم دماس، طورت سياحة أخرى، هي السياحة الثقافية، السياحة البيئية والسياحة التضامنية. الدولة تقول لك فماش مبادرات من في الاتجاه هذايا، يعني ما تنجمش تعطيك يمكن فكرة مشروع، ما فماش مبادرات في الاتجاه هذايا معناتها تثمين المنطقة هذه. الشباب يحب العكس هو، والمبادرات موجودة، نلقاو مبادرات حتى في وسط البلاد العربي، نشوفوا أنه المثال نتاع دربية نتاع سي ناصر بن عرب من أروع ما فما، معناتها مبادرة خاصة، صحيح أنه لقى شوية مشاكل في من قبل، لكن هو قاسة كما نقولوا وخذا التحدي والحمد لله وصل وعمل حاجة باهية. علاش لا نشوفوش البرامج، ما نشوفوش مشاريع هكا في كل بلاصه كيما تو المشروع اللي احنا فيه الكهنه، حتى هو مشروع خاص. ناخفوا لحظه زهر، ناخفوا شويه في دربيه، نتعرفوا على المشروع اللي حاول يستثمر المخزون التراثي للمدينه العتيقه من خلال جعل هالمدينه المنزل هذايا نزل. دربية مشروع سياحي في قلب المدينة العتيقة بصفاقس، هنا يتحول الحلم إلى تحفة فنية بملامح جديدة وبعبق اللحظة الأولى التي تدخل فيها المكان. مسقط رأسي هو صفاقس العتيقة، ففكرت أنه شراء منزل وإحياء من جديد وترميم من جديد سيبعث في مدينة صفاقس العتيقة قوة أخرى من جديد لإعادة تأهيلها، لأنها يعني نساها، نسيت من طرف أهلها وهجروها، وحبيت نظهر أنه بلا عزيمة
نستطيع أن نرجع هذا الماضي الزاخر والثري. مدينة صفاقس ديارها في الماضي كانت أغلبها كانت على النمط هذا، ترجع الفترات متفاوتة مختلفة، جميع التقريب كل الفترات التاريخية نلقوا فيها نماذج من دور صفاقس، لكن للأسف الشديد بفعل هجران أهل مالكي هذه الدور كلها نجم تعتبرها في حالة متردية للغاية. هذه كان عندها الحظ. دار بيا هي رهان على تحويل المدينة العتيقة إلى مسار سياحي يغير المشهد هناك ويبعث حياة في تفاصيل المكان. هذا نزل ذو طابع مميز نفتخر به جدا، ويخدم السياحة الثقافية في الجهة، ونحن نشجع على المشاريع السياحية الجديدة هذه، وهذا مستقبل السياحة التونسية إن شاء الله، اللي مش يخدم الصناعة التقليدية ومش يخدم الثقافة في جهتنا وفي تونس. احنا والله يساعدنا برشا هذا، خاطر في إطار الاستثمار في الصناعات التقليدية وفي التراث والكل، هو الكل يكون بعض وراه، وإن شاء الله احنا دورينا فوم على للمستقبل إن شاء الله نحاولوا باش يكونوا رؤوس أموال يستثمروا في المخزون التراثي باش تحير الأمور نتاع الصناعات التقليدية. فهمت؟ دار بيا هي فكرة أولى لتطوير المدينة العتيقة وإعادة إحياء هذا المسار الذي يراهن على الفعل الثقافي، فكرة أولى قد تفتح بابا لأفكار أخرى تبني وتنجز وتثمن. شفنا دار بيا والمبادرة الخاصة اللي رغم الصعوبات نجحت باش تكون علامة في المدينة العتيقة في استثمار المخزون التراثي لمدينة صفاقس. زهر، نرجع مرة أخرى لمسار براريوس بطرية. هل أكولا بطرية نفس المكانة، نفس التجاهل، نفس الإهمال اللي تعيشه المنطقة الثرية الأخرى؟ بالضبط، للأسف كيف موقع أثري ببطرية أو أكولا، هو العلماء يقولوا أنه هو سادس أكبر موقع أثري في البحر الأبيض المتوسط، في حوض البحر الأبيض المتوسط، والدليل على ذلك أنه لقوا عديد اللوحات من الفسيفساء اللي محفوظة اليوم في متحف باردو. يعني متحف باردو فيه قاعة كاملة اسمها قاعة بطرية، قاعة كاملة فيها عشرات اللوحات من الفسيفساء اللي تم استخراجها من الموقع هذايا، وهذا يبين قيمة الموقع هذايا. مش نشارك البراريوس مهمة، معلومة مهمة جدا، أنه في الحفريات اللي صارت قبل لقوا كنز متكون من 368 عملة نقدية ذهبية ترجع للفترة البيزنطية، وهو يعتبر من أكبر الكنوز اللي تم اكتشافها في تونس. الكنز هذايا معروض اليوم في متحف المهدية، معروض العموم اللي يحب يشوفه، لكن للأسف متحف صفاقس مسكر، متحف صفاقس في ترميم، متحف صفاقس فيه برشا اثار اللي المواطن يحب يشوفها ما ينجمش يشوفها. عندنا برشا كنوز وبرشا مواقع اثريه اللي لازمها تتثمن، واقل حاجه انه ما تمشيش للموقع وما تشوف الحاجات اللي خرجناها من الموقع، كيما الفسيفساء، كيما التماثيل، كيما الكنوز، النقود، كيما الفخار كل. للاسف التونسي صفاقسي ولا اي واحد يحب يشوف تاريخ صفاقس يلقى المتحف مسكر ومواقع مهملة للأسف، وإن شاء الله الدولة تقف في المواقع هذه، إن شاء الله المجتمع المدني يقف، إن شاء الله الشباب يقف، وإن شاء الله يعرف أنه البلاد هذه عزيزة ولازمنا ندافع عليها، وعندنا مواقع لازمنا نحميها وخاصة نثمنها. خلينا نتعرف على موقع بطرية أكولا، ماذا تحتويه وماذا كان فيه وما هي إمكانيات الاكتشاف اللي ما زالت متوفرة فيه؟ اكتشاف مدينة أكولا تاريخها هي تقريبا صار في سنة 1947 بعد اكتشاف نقيشة رومانية تذكر الشعب، شعب أكولا بوبولوس أكوليتانوس. ثم امتدت الحفريات على منذ سنة، خاصة عن تاريخ الباحث التونسي محمد الفندري والفرنسي جيلبير شالبيكار، وامتدت الحفريات في سنوات 60 و70 و80 اللي توجت بعدة مقالات لهؤلاء الكتاب، وأيضا كتاب يصف فيه الهندسة الموجودة، المعالم، وخاصة الفسيفساء التي تم استخراجها من هذا الموقع، والتي أغلبها معروض بمتحف الوطني بباردو. قاعة كاملة موجودة، قاعة أكولا بالمتحف الوطني بباردو، تعكس
أهمية الموقع وثرائه الهندسي والفني في تلك الفترة. الموقع الأثري يبوتريا الحالية هو يعود لمدينة أكولا القديمة اللي تأسست حوالي بداية القرن الثالث قبل ميلاد المسيح. الحاجة المهمة في تاريخ المدينة أنه ساندت وقت الحرب البونية الثالثة كانت إلى جانب روما ضد قرطاج، لذلك بعد تدمير قرطاج حافظت على استقلالها. أغلب المعالم الموجودة حاليا ترجع للفترة الرومانية اللي توجد نحن بداخل دار أزينيوس ريفينيس اللي تقريبا تاريخها في النصف الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد، ما يرجح أن تكون الساحة العامة بمقابلتها. ثم معلم حمام كبير ويسمى حمام الملك تراجان لنظرا لوجود نقيشة رومانية كتب عليها أهداء للملك تراجان. ثم دار الأعمدة الحمراء، سميت بدار الأعمدة الحمراء، تعود للنصف الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد. أيضا لدينا منزل كبير يسمى منزل نبتون نظرا لوجود فسيفساء تمثل الإله نبتون، يعود أيضا للنصف الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد. وأيضا حمام سميه حمام لتياز ماغان أيضا يؤرخ بالنصف الأول من القرن الثاني بعد الميلاد. كما يوجد مسرح غير مكتشف غير مطمور حاليا، وأيضا ملعب روماني يعود لبداية القرن الثاني بعد الميلاد. ثم في الفترة المتأخرة نجد تقريبا كنيسة مسيحية تعود للفترة البيزنطية بها حوضي تعميد يعودان للفترة المسيحية. كما نجد داخل البحر هناك بقايا الرصيف لميناء المدينة القديمة. أنا مش نحكي هنا على تظاهرات ثقافية، ماذا يمكن أن تفيد، كيف يمكن أن تشع عبرها صفاقس بمواقعها التاريخية بمواقعها التراثية؟ احنا توا مثال المسابقة اللي عملناها، هذه المسابقة الوطنية مسارات، فما 40 مصور وفما 20 حوالي 20 صحفي، يعني فما 20 عين مش توري مش تروج لصفاقس، فما 40 مصور ماشي يروجوا لصفاقس. وهذا الهدف الاول، انه اول حاجه نعرفوا بالمسارات هذوما وبالمواقع الاثريه هذوما، ثاني حاجه نوثقوا شعنا من امكانيات، واهم حاجه نثمنوا اللي موجود، وعلاش لا الشباب يكون يخدم في الحاجات هذه. تثمينها اهم حاجه، ما نحبوهاش تقعد طاي في طي النسيان، ما نحبوهاش تقعد اثار مطموره تحت الارض، باش نشوفوا حاجات ماش باهيه والعباد تعرفني على شنو نحكي، كيما سرقه الاثار وكل. نحبوا نشوفوا حاجات اهم من هكا، نحبوا نشوفوا الشباب قاعد يحفر حفريات منظمه مع معاد وطن التراث، نحبوا نشوفوا متاحف، نحبوا نشوفوا مسارك سياحيه ثقافيه متضامنه. يشكل في السياق هذه الزهر الموقع اللي احنا فيه يحتوي على نزل تقريبا يكاد يكون فريد من نوعه، لأنه حريص على أنه يوفر مادة سياحية مختلفة على قرب من المواقع الأثرية، على قرب من البحر، على قرب من مناخ بيئي به برشا، يوفر أجواء خارقة للعادة. هو بمثابة المغامرة للاستثمار في هذه المنطقة شبه المعزولة من صفاقس. خلينا نتعرف عليهم بعد نواصل معك. لم يشفع له هدوء المكان ولا المنظر الخلاب على ساحل بحر موجه ناعم ليصبح هذا المكان وجهة مفضلة للسياحة الداخلية. سنوات مرت وصاحبه صامد أمام مسلسل التجاهل الذي جعل من المشروع مغامرة غير محسوبة العواقب ماديا.
المشروع نتاعي تو قاعد إلي أغونيسون، قاعد يلقفوا البنوك قاعدة تتبع فيه وتحب تبيعني في ملكي، هذا لقته بالدور وبالحصحاسة. كيفاش أنا بعد في العمر هذا ونخرج ولد صغير ونبيع داري في حي النصر ب 300 مليون لتاع مليار ونص باش نجي نستثمر في منطقة مناطق الظل؟ مالوريزمون أنا نسمع شيء في الأخبار وفي الجرايد وفي السياسيين الكل يقولوا مش نقلبوا المعادلة لا غيرنا لا قبل ولا توا. ذنب سي اسماعيل أنه اختار الاستثمار في مسقط رأسه اللوزة معولا على حزمة التشجيعات الحكومية وعلى ما قيل من أن التراث يمكن استثماره ثقافيا وسياحيا. الروس يسمعوا بوتريا وتونس ما تسمعش بس فريمون ديزولون، وراو السياحة عندها مقومات، عندها الصناعة التقليدية اللي وقع القضاء عليها في البلاد هذية، وعندها كل بلاد عندها خصوصيتها، احنا عندنا البحر، عندنا صناعة الدرينة، صناعة الغزل، صناعة المشتية، صناعة المرقوم، صناعة الزربية، وعندنا الأكلات الشعبية، وعندنا اون كويزين فاميليال، ماهيش اون كويزين اندستريال. لولا بعض البعثات والوفود المهتمة بالبيئة والتراث لما صمد طيلة هذه السنوات، ولعله هنا يستنجد بوزارة الشؤون الثقافية وأهل البيئة للترويج لتجربته وتشجيع غيره على مثل هذه المغامرة. سي اسماعيل عمران حب كيف ما شفته حب يثبت منطقة اللوزة في خريطة المواقع السياحية والوجهات السياحية الموجودة في صفاقس، هل نجحت التجربة بحسب رأيك؟ بالنسبة لمركز اصطياف وتخييم اللي يعتبر فخرة لكل سكان صفاقس ويعتبر فخرة لتونس، هو يعتبر مغامرة سيتون برونور دو ريسك، والشخص اللي معناتها غامر بفلوسه باش انه يعمل حاجة كي هكا في بلاصة بعيدة ما يعرفها حتى حد، هي تعتبر مغامرة كبيرة والحمد لله نجح. ونحاولوا احنا كشباب وكمواطنين وكمجتمع مدني انه نعرفوا العباد على المشروع هذايا اللي هو مركز تخييم، معناتها تنجم اي واحد يجي يخيم فيه بالخيمة نتاعه ينجم ياخو اي يجي يبات فيه، وهو قريب من المواقع الاثرية اللي حكينا عليها، قريب كيف من ميناء اللوزة اللي هو ميناء الصيد البحري، يعني تنجم تشوف الاثار، تشوف التراث المادي وتشوف التراث الطبيعي اللي يتمثل في البحر مصري عن بيها وبحذينا، معناتها تجم تعوم، تجم تصطاد، تجم تتعرف على الساحل الشمالي اللي جيت صفاقس اللي كانت صفاقس محرومه منه في وقت من الاوقات، الحمد لله تو رجع لها. علاش لا العباد الكل تجي لصفاقس، تجي تشوف المكان الجميل هذايا، وعلاش لا الجمعيات المجتمع المدني كل، وكما قلنا هو قريب من المواقع الاثريه، نكونوا ادلاء سياحيين اللي يخبوا بين المركز الاصطياف هذايا والمواقع الاثريه الموجوده. شكرا لك زاهر، شكرا على الاستضافة هذه. كانت هذه مصافحة لزهر كمون أحد المغرمين بصفاقس تاريخ وتراث، أحد الناس اللي تحاول تروج للجهة وأيضا لتونس. أبو إسحاق جبنياني هو إبراهيم بن أحمد بن علي بن سالم البكري، ولد في القيروان سنة 892 ميلادية وانتقل مع أبيه للعيش في جبنيانة، كان مجدا في طلب العلم ومتعبدا زاهدا. يمكن القول ان شهرة مدينة جبنيانة تأتي من شهرة هذا الولي الصالح، حيث عاش فيها بقية عمره وانصرف في نشر العلم وكان مقصد الشيوخ للتعلم منه، وقد تكونت بمرور الزمن زاوية سميت باسمه وكانت منارة لنشر العلم. يعد أبو إسحاق جبنياني أحد أهم علماء المذهب المالكي وأحد أهم علماء في صفاقس. محاولة أخرى من تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية للترويج لصفاقس كوجهة ثقافية سياحية، هذه المرة من زاوية الصورة الشمسية ومن المواقع التاريخية التي تزخر بها ضمن هذا المسار. إلى اللقاء. We'll be right back.